البارح كنت غادي عند واحد الدري صاحبي، صونيت ليه قلت ليه هاني جاي عندك دابا، قال لي واخا، قلت له نمشيو نخرجوا ندورو شي دويره ورجعوا. قال لي صافي دوز عندي للدار. مشيت عندو للدار، دقيت في الباب الاول، هو ساكن في ديك الدخله ماشي، هو عنده باب وماني نضربهم ساكن للفوق، ولكن هو بحال قلتي عنده واحد مقبره عنده في ديك الداخل، عنده واحد البيت مخشي الداخل. دقيت عليه، حل لي اخوه، دق 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 دق، مشيت عنده ولقيتو كيجود القران وضابط بعض القواعد ديال التجويد. دابا حنا بيناتنا، حنا الدراري ما كنسولوش لا فين خدام باك، لا فين خدام موك، لا واش كتعرف تجود، لا هادي لا هادي، لا حنا بيناتنا كتعرفني كنعرفك، يلا نخرجو ندورو صافي سير لعام، تعرفني ما نعرفك، ديك الساعه تخبر منو قدامي ما نعرفكش. شتو داس كيجود، خرجنا، قلت ليه يلا نمشيو نخرجو. ومع الفضول اللي فيا بعض المرات ماشي ديما سولته، قلت ليه كي درتي انت حفظتي قواعد التجويد وحفظتي بعض الايات من القران؟ قال لي شوف نعاود لك واحد الحاجه، اللي الوالد ديالي زعما الوالد ديالو كيشكروا عليها. دابا الوالد ديالو خدام في داكشي ديال الرموكات، كيمشي كيسافر برا، مرات المهم ما عرفتش اش خدام واش الرموك، المهم كيسافر برا وكيجي للمغرب. ملي كيجي للمغرب كيجيب واحد الصاك عامر بموات ودانونات والفانيد، المهم بزاف ديال الحوايج، كان هو وخوتو. قال لي راه ملي كيجي الوالد راه ما كيقسمش علينا. لا، شنو كان كيقول لهم الوالد ديالهم قبل ما يمشي؟ يعني حيت هو كيجي بحال قلتي شهر في المغرب شهرين في برا، شهر في المغرب شهرين في برا، وهي غادا. قال لي ملي كيجي كيعطيهم واحد الآية قرآنية، مثلا جوج صفحات ولا ثلاثة، فاش كانوا صغار جوج صفحات ولا ثلاثة كتحفظهم وكتضبط قواعد التجويد ديالهم. ومني كيجي مثلا الا حفظتي كيعطيك مثلا كيعطي كل ذي حق حقه، الا حفظتي ثلاثة صفحات غيتهلا فيك، حفظتي جوج صفحات المهم شي بات غادي تهلا فيك شويه، ما حفظتي والو ما غتشد والو، ما كاينش زعما هذيك اللعبه ديال لا وكذا وانت علاش عطيتي لهذوك. لا، قال لهم شوف اللي حفظ نعطيه، ما حفظتيش راه ما نعطيكش، حفظتي مزيانه ضبطتي قواعد التجويد مزيانه، زدتي شي حاجه من زعما من بالك غادي نزيدك انا، يعني زدتي شي حاجه ديال الحفاظه غادي نزيدك. قال لي هاد الذكرى هادي بقات عندي في دماغي. وكنت شنو كندير على الدري؟ قال لي كنت كنخرج من المدرسه كنمشي للمدرسه ديال القران، كنمشي كنحفظ وكنضبط قواعد التجويد غير باش الوالد ديالي يعطيني اكبر عدد ديال الفانيد وديال الضانون، بدا نخبيهم بدا نفرق على الدراري صحابي وكذا. هذيك في اطار التشجيع، يعني بحال كذا خصكم كندوي مع الاباء دابا. وهاد اللعيبة قال لي الدري صاحبي، وقلت اجي نقولها لكم تنتوما، ومثلا الا شي واحد تزوج وكان عنده شي ولد ولا شي بنيه الله يخليهم ليك، ولا شي واحد عند مثلا عندي شي بنيه ولا شي واحد كيسافر برا، بحال كذا خصك دير لولادك قول لهم شوفوا بقا تجيب لهم. هذيك في اطار التشجيع، انت نشوف انت راه غتعطيهم غتعطيهم سواء جبتي سواء، ولكن شجعهم على شي حاجات فيها الخير. وكذلك قال لي شوف دابا راه تقريبا عنده شي 20 عام تقريبا وباقي ضابط قواعد التجويد وباقي حافظ بعض الصور والايات، هذا الشيء فضل الله سبحانه وتعالى ثم الاب ديالو اللي شجعه. وكيف القاعده ما تنساش ديروا معكم لايك، تنزلوا صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. تبكي على ما يتعافى المرء بعائلته. عائلتي سلفك فلوسي تلا لي فراسك، فكرني شو سميت ماماك فاطمة علاش؟ والو اسوي. Few moments later. جاتك الضربة يا مسكين. في هذه اللحظة هذه خاصك تمشي عند أقرب راقي باش يرقيك ويحيد منك داكشي اللي فيك. البنت فاش كتكون قارية مع 8 هي مع 6 الصباح. قرضويات دير لهم مكياج كي قدو راسهم. تبارك الله، شحال ديال القرضويات، شنو داكشي؟
شتي المانيكور والبيديكور ديالهم. الله 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 شحال ديال الضويات ديال الشفار. كاين شي بارتيش اول مره نشوفهم هنا. ما كترشقش ليا اصلا الصباح على الفطور. كيرجعوا حنا الدراري العكس، الا كنا قارين مع 8 8 و4 يلا كنخرجوا من الدار. راه ماشي كنتقادوا حنا، راه كنتقادوا في دقيقه واحده ولا جوج دقائق ولا ثلاثه الا كاع كثرنا. كتلبس كتخرج عليك شي حاجه وكتخرج، اخر ما كاين في النصب. السلام عليكم اختي، لاباس عليك؟ بخير امورك؟ انا مرتاحه اختي. عافاك واش ممكن نطلبك في واحد؟ محتاج لك في واحد 10 دراهم انوي. الله يرحم ديال والدينا اختي. مكاينشني دابا نيت خدام في بيرمانوس وما عنديش كي غندير نخرج على برا. باغي نعيط للدار ضروري فهمتيني، وما الصوت تقاد عليا وما عنديش كي غندير نخرج على برا. والله ابي ما نخرج نساليت نطلق السيرفيس ديالي نرجعك. وجاوبيني عافاك باش ما كان لحظتك 10 دراهم انوي الله يحفظك. شي واحد الحبوبه ديال العيد مازال ما مشاتها، بقى لها شويه وتمشي. 6 ايام وهي فيها 6 ايام بالحساب، كنحسب ليها نهار بنهار. هو بغاش يمشي ولكن واخا ناط ليها حبوبه كنصورها فيديو ما تخلعنا ولا ما كاين. زعما ديري شي حركه الحبوبه تمشي بحالك، صافي راه فات العيد. دابا راه رابع عيد واقيلا، رابع ايام دابا في العيد. صافي سيري ديري شي حركه وسيري بحالك. وعيقتي فاش كنكونوا داخلين الحصه ديال العربيه انا وصاحبي حلوين ثاني مستر. الله 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 حليل مسافر طبلة جديد طاف شي جي فيها ورا كتشد بهم السون كاين ما يشدو. انا عندي مسافر ولكن كل كيجيب ديالو كاينش كاين زعما ديك البارتي ديال المشاركة وداكشي عندناش. احلام صحاب التكوين سمي عاوتاني عرفت وي عرفت عرفت مسمن بالعسل هذاك كوفيريت. دابا عاد فهمت انا داكشي ديال المسمن والعلاقه بين صحاب التكوين المهني حيت زادوا في المسمن. جيت انا وعشيري في نفس القسم راه انت ما كتحاولش تضحك ولكن والو كيضحك كيضحك. كتحمقوا الاستاذ واخا هكذا اللي هي ما دير الدراسه والله الا زوينين. المهم سالوا الفيديو هنا، ما تنساوش ديروا معكم لايك، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.